البداية باش تكون برئيس الترجي الرياضي التونسي حمدي المدب اليوم اسمه بابيولير على فيسبوك. نرجع للكلام اللي قاله نهار الجمعة وين أكد أنه تسيير الترجي لمدة عدة سنوات أرهقه بدنيا, الشيء اللي خلاه يدعو إلى دعوة مجلس الحكماء للتفكير في مستقبل تسيير النادي. حسيت روحي بديت نتعب, ولهذا معناتها حتى حكيت مع كوميتي ديساج بتاعنا الجمعة الجاية نعملوا اجتماع ونخموا على المستقبل الاسبيرانس, وهي انا مانيش باش نبعد ديما جمعيتي, اما المسؤولية راه ما عادش نجم هاو نكلمكم بصراحة على خاطر معناتها شوف أول حاجة صحتي ما عادش ما عادش نجم معناتها عديت صيف كامل ليه بالعود صدقني دبوزة ماء وقهوة وانا فاكر الصالة 40 سخانة ووصلتها لكيب ومن بعد نشوف انا حتى في التلابس والله نعطيها الصحة لدارة حتى لو مانيش اسمي دارة نخدم ونكرت بعد اسمي دارة فهمني ووصلناها سانكيام مونديال. كما قال حمدي المدب انه دخل الترجي من عام 67 ومن وقته وهو موجود في النادي بشكل يومي, ويقول انه اليوم يحس بالتعب وحان الوقت للتفكير في مستقبل الفريق, ذلك علاش باش يجتمع مع مجلس الحكماء الجمعه الجايه. ولا يمكن لشخص واحد ان يسير الترجي ولا بد من التفكير في مستقبل النادي, ويقول زيد انه هو ماهوش باش يبعد على ترجي الرياضي التونسي. فكركم انه حمدي المدب كان رئيس ترجي 14 عام وبعد 14 موسم تحصل في عهده ترجي الرياضي التونسي على برشا ألقاب سواء كانت وطنية أفريقية أو إقليمية. في 14 عام حمدي المدب صرف أكثر من 130 مليار من ماله الخاص. واحنا نحكيو على الفلوس, حمدي المدب وعد باش يخلص العجز وقال أنه ترجي أمانة. جو مونغاج معناتها أنا باش نخلص ما يلبع من جمعيتي لما تكون كل شيء بيه ما تخلص أنا نتحمل مسؤوليتي ولهذا بالنسبة للديفيسيت راني أنا متحمل. الله يرحم والديك رئيس. كيف قلنا معناتها إن شاء الله اللي يجي بعدينا يكون يواصل ونحن معاه وديما معناتها راهم الترجي أمانة في يد الناس كل. حمدي المدب زاد شكر زاد جمهور الترجي اللي قال عليه مول المول. نسمع شنو قال رئيس الترجي. حبيت اول حاجه نشكر جمهور الترجي الرياضي التونسي اللي هو مول المول, وبالمناسبه هذه حبيت نفكروا في صديقي وزميلي سليم جيبوب. وإحنا معناتها نقول رام ما نسابش معناتها اليوم خليت علينا بلاصة وإن شاء الله في المستقبل في أقرب أجل تكون معنا. هذا شقال رئيس الترجي حمدي المدب. نكملوا بالإكستري الأخير. حمدي المدب حكي على ردود الفعل والسبان تأثيره على الملاعبية. نشعر شو قال. ترجي اسمه كبير برشا ربطو ونمشي يقول لك ترجي وهنا مش عارف انت مثلا موضوع اللي هكا ويسد في الفيسبوك ويشتم وانت تخد يا خويا انت خد مسافر تقول له عامل مليح نزول عليك مش انا مش سبان ترى ما عندكش فكره انا مش تقول تقرا فيسبوك مش فاهم ما يصيرش تو زيد نعاود باش نتكلم مع روحي نحكي لكم وشنو مستقبل الدرجه وشنو نجمو نعملوا ولا انا نتاع القى معلش انت عليك خسرنا ماتش ولا حاجه انا مش تبدا ما تخافوش ما تخافوش من اخر الكلمات اللي قالهم رئيس الترجي حمدي المدب. نبدا بك ناصر, تقريبا المره هذه يتاكد انه حمدي المدب ماهوش باش يواصل بعد الموسم الرياضي الحالي مع الترجي الرياضي التونسي, اكد انه باش يخلص العجز انه باش يقعد قريب من الترجي ولكن بعيد على المسؤوليه, حكى على حالته الصحيه على عائلته على مرضه, قال ما عادش النجم لا لم اعد اتحمل اكراهات اداره الترجي ورئاسه
الترجي. ما نعرفش تخاف على الترجي اليوم بعد خروج حمدي المدب؟ هو اللي واحد يأكده أنا نظرا لأنه عشت قريب ونعرف شنو معناتها مسؤوليات النجم يكون واحد رئيس جمعية كبيرة كما الترجي الرياضي التونسي. أنه مش سهل في 14 سنة رئيس في جمعية كبيرة عندها حجم كبير عندها ضغوطات كبيرة عندها ضغوطات يومية أسبوعية شهرية سنوية. اليوم الترجي مطالب باش يكون موجود على ألقاب الكل، موجود باش يلعب الأعلى مراتب، موجود باش يكون موجود على الشيل انترناسيونال، باش تلعب المشاركات الإفريقية، لابد أنك تحاول باش تفوز بأكثر الألقاب اللي تشارك فيها. هذا الكل من نجم يولد كان ضغط كبير على المسؤول وخاصة المسؤول الأولاني اللي حمدي المدب. أنا نحب نحيي تحية كبيرة السيد حمدي المدب أنه 14 سنة من المسؤولية من الحمل من الضغط اللي عاشه الكل راي حاجة كبيرة برشا من ناحية المادية والمعنوية. بالحق اليوم الترجي الرياضي التونسي بالرغم أنه الترجي عنده من الرجالات وعنده من الناس خاصة تجم تتعدى المرحلة هذه، من أقول لك راي صعيب صعيب اليوم انه باش تنجم تلقى تجربه اكدت في بقيه الجمعيات انه صعيب معناها تعويض نوعيه معينه نتاع رؤساء حاجه صعبه جدا خاصه مش خاصه مستوى الدعم المادي اللي قادر يعطي من فلوس وكل عام الارقام الخياليه اللي قاعدين نسمعوا فيها خاصه معناها. رفيق الوقت مش الوقت راه تو الوقت والظرف هذه اللي موجوده تو في وقت سابق 10 سنين التالي و12 سنه التالي يمكن كانت فما اليات نتاع دعم كانت خير برشا لكن تو نقصت الاليات وشفنا المشاكل اللي تعاني منها الجمعيات الكل بدون استثناء. اليوم السيد حمدي المدب بلغتنا احنا العاميه كان قجره محلول. اليوم عم بالترجي الرياضي التونسي عمرنا ما سمعنا فما مشكله اداريه فما مشكله ماليه بالرغم انه اليوم عنده حتى بعد ساعات نوعا ما بعض التاخير محكيه فارغه بارابور للجمعيات الاخرين الكل. الترجي كان نحكيه على استقرار صار في ال 14 سنه كان حمدي المدب والاداره حمدي المدب مهما المدربين يتعداوا الكل ما لقاو حتى اشكال في الترجي. بالحق تحيه كبيره للسيد حمدي المدب. تونس ما بعد الثوره الاستقرار تحكي عليه كل الجمعيات ومسؤولي الجمعيات والاعلاميين الرياضيين هذا الكل يعرفوه في الترجي. برنس تخاف على الترجي اليوم؟ لا ما خافش على الترجي لانه حمدي المدب ديما باقي في الترجي. حمدي المدب خطط لهذا خطط ما يسمى بالترجي 2019. حاب نقول له بارك الله فيك واللي خطط له الترجي وصل له ويرحم والديك. سبوني وقولوا اللي تحبوا اما انا باش نقول الحقيقه. هذايا خطوا له فما كانت حمدي المدب عامل لجنه كامله. لجنه كامله ورئيس اللجنه هو توا عند ربي سبحانه وتعالى ان شاء الله ربي يرحمه. لكن خطوا لهذا نزل الترجي، ترجي موبايل، ترجي شوب. لا يكفي لا يكفي. لا اسمعني خليني كلهم يكفيوا شيء. ما كملتلكش هاو. هذا شنو اللي مازال؟ هذا الكل في كفه وحمدي المدب في كفه. ولا تو كملت الجمله تو هكا ولا كان هذا الكل كان شويه نويش. حمدي المدب راهو ما عندوش مشكل نتاع فلوس. حمدي المدب صحته ربما وعنده 200 الف مليون حق لانه انسان. اما راني ناكدوا اللي ناكدوا حسب ما نعرف رئيس الترجي. حمدي المدب ما يبعدش حتى ما نجمش يبعد على الترجي، هو يتنفس ترجي لكن خفوا عليه شويه، خفوا عليه راهو كي تبدا ايدين مع بعضها ربما تهزوا نهزوا ذن القفه مع بعضنا ما نخليوهش واحد. فما الجمله اللي قالها في الـ في الـ في علاقه بالهوند قال في الصيف نمشي وكذا 40 سخانه وقهوه ودبو زمان عدي عليهم النهار وصلنا الفريق الخامس عالميا ومن بعد يقول لك نشكروا الاداره. ما فهم مش الاداره نتاعك معناها حمدي المدب اللي ميم سي ومثلا يحكي باسم اداره الترجي والناس كل معناها ترافاي تاع مجموعه وكذا قال لك ليه انا معناها انا تفهم بانه الشخص تعب في وقت ما وصل تحب نقول رفيق تحب نقول لك كلمه واحده رفيق في كلمه واحده كلمه اللي تعرف في بالك حمدي المدب في المباريات الاخرى نتاع الترجي يقول ما عادش ينجم يتفرج في المباراه يدخل الفيستير ما عادش ينجم تلمع عليه نسمحاتهم بعد نجيكم. هو فما حاجه زاده يمكن ما فقناش بها هي الشكل طريقه الكلام. فما حاجه قالها على فيسبوك على ريزو سوسيو وراهو مش وحده حمدي المدب برشا عبيد بالحق ذرت باش تهج من النجاح نتاعها باش تهز من نجاح من فيسبوك. معناها واحد مثلا يعلم به ربي كيفاه الساهر هو يحكي على الهوند 40 سخانه وكل شيء نشكروا الاداره لانجراتيتود هذيك موجوده لكن السبان ولا ما عادش يطيق برشا عباد ما عادش يطيق وبرشا فنانين وبرشا مسؤولين فما نعرف عباد خرجت من فيسبوك فما ناس ما عادش تتخمم باش تفسخ لي كونت نتاعها. نعيشوا في موند باراليل حرب اهليه فيسبوكيه تطيح القدر وصل للدرجات
لا معني انا بعد ساعات واحد يهبطني ريش يسبني معني سبين جراتوي تدخل بروفيل تلقى عمره 16-17 سنين. هالجيل اللي طالع بالحقد، هالجيل اللي ما عادش يقدر النجاح، هالجيل اللي يسب النجاح، اللي يتطاول على نجاح الناس، هذا يمكن باش يجي نحينك القشره اللي فريمون الكوفر المجتمع. بربي الناس اللي قاعده تكتب في كومنتير من نوع يزيو من كذا ويزيو من كذا، وسامحوني في العباره على صباح لفظ الفارين وما كذا، بربي خلينا نقولها صراحه، راكم عايشين كذبه في مخكم مهيئه لكم انه حمدي المد بيحكم فينا خاطر عنده ديليس. بربي ركزوا في وسائل الاعلام، شوفوا اخر سبوت ديليس تعدى وقتها، خلينا نحكيوا بالمفروش، معناها راهو في ظل هالظروف الاقتصاديه راهو الشركات والمعامل وغيره ولاو يعديوا في سبوت في ال 20 شهر، دونك كان في بالكم هذا السبوتات ولا الغير سبوتات راهو حتى شيء. وراهو هالثقافه السيد هذا عطى لجمعيه كوره مش خاطر اسمها ترجي ما فلوس برشا، لولا هو راهو الجمعيه ذي ما كانتش تألقت لا دوليا لا محليا. نحكيوا على هذا، نحكيوا على مشكله الكوره في تونس اليوم، شكون باش يسير خرج شرف الدين من الاتوال بعد المليارات اللي حطهم ذات يوم، معز ادريس جنيح بعد، شكون اليوم باش يسير سليم الريحي حط الفلوس وتسب في الافريقي وغادر بالباهي نتاعو بالخايب ولكن حط مبالغ ضخمه، شكون باش يسير الكوره؟ كل شيء تسبوا فيه ورينا انتم اش نجموا تعملوا، شدوا الكوره شدوا البلاتوات شدوا تلافس ورينا بربي شنو تنجموا تعملوا. جو تو رجوان السبان اللي على الفيسبوك والموجود على الكلام اللي قاعد يتقال على الفيسبوك قاعد يهرب العباد الكل من كل شيء، عباد ما عادش تحب تترشح للوزارات للمجلس النواب، العباد اللي كاليبر معناها العباد اللي يسواو واللي يوزنوا معناها دوكا اللي فسرتها بربي معناها، ونجموا تركزوا في الديوان وغير الديوان معناها، راهو لا فما لا سبوتات لا اشهار لا حتى شيء، وراهو حمدي المد برئيس الترجي مش رئيسنا ما يحكمش فينا، ولكن احقاقا للحق واعطاء لكل ذي حق حقه، مش خاطر انت باش تسبني انا لازمني ما نحكيش على رئيس، اعطاه من دمه من قلبه من فلوسه لجمعيته، وقت اللي نحكيه على جمعيات اخرى نحكيه على الناس اللي اعطاه، تحكينا في وقت ما على احمد القروي الله يرحمه رئيس سي بي اللي مات مستنقط على سي بي ومات بلاش فلوس وبيع رزقه وغيره كذا على النادي الرياضي البنزرتي. رفيق والله فما كلمه قالها حاتم النكران، نحن مش عندنا النكران، توريت هو بفلوسه كل يقول لك نعدي في صاله 40 سخانه دبوزه ماء وقاو، ونعطيك حاجه هذيك هي تونس، ويمرض ولطف كان يشد الدار ما باش تنفعوا للترجي ولا جمهور الترجي، باش يرقى كان عائلته وباش ينساوه، تحب ولا تكره نحن عندنا ماكينه ترحي يا خويا في تونس، عمرنا لا نقولوا العبد يعطيك الصحه يرحم والديك، ابدا حتى من الفنانين التوانسه رانا الانهار عملنا في الجلسه سامحني في الجلسه وقف فما شكون قالوا كيفاش خسرنا مع برشلونه في الهون، معناها هو شاري كارته ب 100,000 ولا يحكي كيفاش خسر مع برشلونه في الهوند، وقت اللي يحكيوا على فلوس وعلى خروج رئيس وعلى مستقبل غامض بالنسبه للترجي، وانا مانيش نوافقكم معناها، خاطر اوكي كل جمعيه برجالاتها كله لكن لن يصل تعويض حمدي المد كيما الافريقي لقات مشكله كيما الاتوال لقات مشكله، هنا نشوفوا معناها سي سي اس لقات مشكله، جمعيات الكل غارقه في الديون، دونك اليوم عندما يغادر حمدي المد ستكون مشكله بالنسبه للترجي، نتمنى الوضعيه تتحسن بالنسبه لكل الجمعيات بالنسبه لكل الجمعيات ملاعب حاله تشوفوا فيها كل يوم في البطوله معناها حاجه تضحك معناها حاجه مقرفه، ما عادش تنجم تتفرج في البطوله بخروج للرؤساء يعني سميت لقدم واخر حلقه هي حمدي المد في الترجي في انا كره تحبوا تتفرجوا، شكون باش تصرفوا عليه انتم الجمهور ما تنجموش تعيشوا جمعيات، اولا لانه فماش حضور جماهيري وثانيا مداخيل ملاعب حتى كان توليو كومبلي كل جمعه ما ينجموش يهزوا جمعيه، دونك كورتنا في ظل الاحتراف المعوج اللي عايشينه محتاجه الرؤساء تصرف بخروج هالرؤساء اللي سمينا منهم قبيله ونحكيوا توا لحمدي المد لا مستقبل لكره القدم التونسيه باش تمشي وتنهار الامور. نخرج فاصل صغير ونرجع لكم بعد لحظات للبلاتو.